De bad. Va che c'è, sabe? Sì. السلام عليكم. احنا الان في مقر الجمعيات التعاون الاسنان لحضور واحد المجموعه من الممثلين للجمعيات من الاحياء مدينه تطوان والاحياء في الضواحي مدينه تطوان. اذا عندنا هنا الممثلين السويسي عن الجمعيات المدينه العتيقه، عندنا بني صلاح، عندنا جمعيه عبودش في بنيدر، وعندنا جمعية اليوسفية في المدينة العتيقة. الهدف ديالنا هو ما بغيناش نعيطوا جميع الممثلين الجمعيات، لأن تقريبا واحد 20 اللي كنتعامل معاهم، ولكن جبنا بعض الجمعيات اللي خدمنا معاهم يعني بواحد الشكل قوي بزاف. إذا الهدف هو غنعمل واحد المقدمة سريعة، والممثل كل جمعية غادي يعرض الانطباع ديالو بالتعاون مع جمعيات التعاون الاسنان في القرية أو في الحي ديالو. إذا حنايا من جملة المشاريع اللي خدمنا معهم التدخل من أجل ترميم المقابر 14 المقابر في المنطقة جبل غرغيش وجبل درسة، وعلى رأسها اللي خدمناهم كحي نموذجي هو بني صالح. التدخل في هذا بواحد الطريقة منهجية، وكان واحد الإشعاع كبير في الأحياء المجاورة. كاين أيضا في الحي الطلعة المقبرة الكبرى منا تدخل دار 8 سنين، وهنايا الرئيس للجمعية الطلعة والائتلاف للجمعية المعتقة سي عبد السوسي غادي يعطينا الانطباع ديالو عاود على هذا تجربة. السيدة سعيدة عندها جمعية يوسفية معروفة، عاود تعاملنا معها على مستوى آخر، وفي نفس الوقت يعني من ناحية التدخل بس عنده المقر ديالو ممتاز واحد المنزل، وقع التدخل بالدعم للحكومة الأندلسية ورموها لهم، وعملنا معهم أنشطة كثيرة بحال يعني كيحفظوا القرآن وبحال بزاف الأنشطة. والاستاذ عبد الكريم العبود اللي كيمثل القريه العبودش في بني هدر، عملنا واحد التدخل نموذجي وفيه بزاف يعني مبني على واحد التصور. ففي الحقيقه كانوا السكان، احنا كنركزوا دائما على العنصر البشري هو المنطلق للتصور ديالنا في الجمعيات التعاون الاسنان في التعامل مع هذه الجمعيات، وهذا هو سر النجاح ديالنا في الحقيقة، لأن كنكتسبوا الثقة والدعم ديال الجمعيات كما غادي تسمعوا بيدكم. فالقضية هي أن كنطلبوا من السكان يقترحوا علينا وحنا كنساعدوهم باش ينفذوا مشاريع صغيرة اللي المجتمع كيكون عندها واحد الإشاعة وكتخلق واحد الحماس للسكان وادراج الساكنه كامله في المشروع، حيث كيساهموا بواحد القوه وحنا كنساعدوهم على حسب الامكانيات ديالنا. كما كنقول حنا ما غنحملكمش المشاكل كامله، ولكن غادي نحسنوا الوضعيه معاكم وبالفضل ديالكم وبالمساهمه ديالكم. ف كاين واحد التنوع في هذا بالنسبه للعبودش، نذكركم التدخلات اللي عندنا والمجتمعه كان عندها واحد الاشعاع كبير. اولا المسجد كان مهدد بالانهيار، فاحنا قلنا يعني دعمناه ومن بعد صبرناه، ومن بعد جهزنا بعد مسائل الحجريات الى اخره، جددنا الشبكه الكهربائيه، كاين واحد الضارع كان في الحاله يرتلى رممناه رجع محترم، الضارع السلام هو يعني القريه هذه لعبودش. كاين مثلا تدخلات اخرى، منها مثلا كانوا الاطفال كيلعبوا في الطريق بنينا لهم واحد المعمل على غرار التجربه دبني صلاح و14 د الاحياء
في المنطقه بالغرغيش وفي المنطقه شنو هي المقاييس ديالنا؟ اولا كان بناء ساحه لها عده ابواب. الدور الاول هو مصلى، لان يعني السكان كاملين كيقول لك خصنا المصلى باش نصلي على الموتى، كيقولوا لهم ها هي مصلى، هي الساحه ندورها بواحد السور فيها نص متر. كنعتمدوا على المواد المحليه والحجار، يعني كنبنيو السور صغير فيه نص متر على نص متر. وكيقوم الدور بالنسبه للصلاه بالالحاح سي راشد عندنا له 500 متر في وسع. هذا جميل. وبالنسبه لبنيدر، بالنسبه لبنيدر عملنا عنده ثلاثه الادوار. الدور الاول هو مصلى في صلاه العيد ولا على الموتى. الدور الثاني هو النساء يخرجوا البيدات ديالهم في العشيه، لان منطقه طبيعيه بحال في صلاح، وهما كيلعبوا وهما كيقصوا. كاين الاناره العموميه. ثالثا كاين ملعب الكره. القضيه بالنيدر حلوه بزاف، لان في الاول بغينا باش الاطفال ما يبقاوش يلعبوا في وسط الطريق، ولكن حنا عدلنا لهم على حسب الانسابات ديالو. ملعب الرجال قالوا حتى حنا خصنا نلعبوا، كبروا لنا، جينا حنا كبرنا لهم. ملي كبرنا لهم النساء جاتهم الغيره، بداو كيخرجوا يلعبوا تما في الليل بالنادل ديالهم كل شيء، حيت شفناهم كيلعبوا بالساعه وشرينا لهم نصف الدينار. دابا غادي نشريو لهم الايكيباخي باش يبداو كينافسوا الفرقه ضد طلعه ضد السي احمد السويسي اللي كينظم واحد التروفيو كل عام كنتعاون معاه فيه. اذا دابا اختصار، انا ما جيتش لهنا باش نكتب، جيت لهنا فقط باش نقدموا فكره على بعض النماذج، لان جمعيه ستاون معروفه في المجال الثقافي وكل شيء، ولكن معروفه اقل في الجانب الاجتماعي ديالها. ف غادي نعطيو الكلمه لواحد من واحد ثم اختصر. نبداو بني صالح. بني صالح ها هما جوج ممثلين وما يتناظروا مع بعضهم. هضرتينا وهضرنا. هضرتينا وهضرنا. بشوف هي دار واعر هضرتينا. السلام عليكم، بعدا شرحت مرشد الخنوس جمعيه بني صالح على حدا السي احمد. كنشكر الحكومه على الدعوه من جمعيه الاسمير هذه في الحضره ديالنا. وكنشكر جمعيه بني صالح، راه ماشي ساهل باش تكون بني صالح نهضروا على المشكل ديال المعتبر بعد الدول الاولى. قلنا تما جوانا صعوبه، شنو هو الصعوبه؟ ممكن واحد مجموعه السكان نضاوموا بها. علاش واحد مجموعه السكان؟ صعيب تمشي لبقيه الغابه، تمشي لظهر المقبره. وعيد الحمد لله مع الدكتور معنا سمعونا بعد في حاله بهار بحالنا بعد السلطه كيقول لك باعت في حاله معنا في المشهد دخل عملنا واحد المصلى مودج كيستافدوا فيها هو المصلى ديال هذا المنشي واحد في العشيه كيخرجوا واحد الفضاء حيت عندي كلشي زياده ومشي واحد الفضاء جميل صراحه واحد الغابات منقينا وعملنا الكراسه وعملنا واحد فوق سيدي صلاح عملنا فيه صدر الناس انا عندي الشغل مع الشغل مع الراس ديال الزباد عندك معايا اش عندك الان حيت زعما في المستوى وكيكون كيتعاون معنا ديك عند الحضانه الروضه كيتعاون معنا في الحضانه المدرسه كيتعاون معنا في الكتابات الصغيره اللي مشهوره منا وهذه الصراحه بزاف بزاف المواقع بعد الماء من هذا دمي صالح كيجي ماخذ دمي صالح كاين داخل كاين 17 مقبره دخلنا كاين في الطوب كاين في كيتا كاين في دخلنا في المقبره دمي صالح المقبرة ضد الطور، المقبرة كيتان كيتان الزرقاء المقبرة الزرقاء المقبرة الملكة الملكة حتى في جهة جبل الدرس ودحر واحد المجموعة من المواقع الصراحة هذه راه ماشي سهل زعما دابا غادي نسمعوا السي أحمد السويسي من الحومة ديالو في المقبرة بالدرجة الأولى عملنا تدخل تفضل السي أحمد السويسي رئيس جمعية الحل ديال الطلعة ونفس الوقت المنسق ديال جمعية المدينة العتيقة. أنا غنتكلم على الحي اللي كيربط ما بين القصبة والحي ديال الطلعة اللي كان هذه واحد المدة كانت هذيك واحد المنطقة كانت عجور. الآن أصبحت كتعرف واحد التنوع جيد كبير. حنا كنحيو لنا خدامين تما في التنظيم ديال المقبرة وفي
حنا واحد الطريق تما اللي كانت يعني ديك الحركه البسيطه كانت صحت السياره والموج ديالها ساهل باش تكون الحي. وتم بعد احداث ملعب القرب وكذلك الترميم ديال القصبه وشطينا بعض الطرقات اللي كانت كتسهل الموج الاحياء المجاوره، كان جبل درسه كذلك القديم كذلك الفابوري، وكان كدوز حتى الباب العقده كانوا كيعرفوا الناس من تما بديك الطريق هذيك اللي كان ساهل الموج. وفي نفس الوقت كنا كنقوموا بعده حملات تنظيفيه لديك المقبره هذه، وتم الترميم ديال القبور والغرناطيه اللي كاينه تما، وتم سد ديك المقابر اللي كانت كتعرف واحد الموج ديال الغرباء المتسبحين اللي كانوا كيبادوا فيها وكانوا كيخلقوا بعض المشاكل. الان حنا كنطالبوا باعاده النظافه لديك المقبره هذيك اللي واحد البلعه ديال الاحشاء الطحالب العالقه بها، وكان مورانا بشكل يومي من تما الان عاشت من تما، يعني كنلتمسوا المسؤولين باش يقوموا بواحد النظافه ديال المقبره هذه واحياء الاناره بها. وكنقدر الجهودات اللي كيقوموا بها جميع الفاعلين لا ديال المدينه العتيقه ولا الاحياء المجاوره ولا المسؤولين. وفي نفس الوقت كنشكر السي محمد بن عبود على الجهودات اللي كيقوم بها ويجمع هذه الجمعيات هذه والمسانده والدعم ديالو للجميع، وشكرا. السلام عليكم. تحية للحضور الكريم. تحية للحضور الكريم. شكرا لجمعية الدولة الكبيرة على النصيحة في العبود. هذا المنطقة هذا منهج جمعية الدولة بصراحة بصراحة كدروا عن المقبرة اللي كان مصنع من 50 قرن يمكن أن السيارة المقطع ديال خارج القطار في العالم كلها يمكن أن تكون وكاين شهور وقيات اللي كاين في العالم كلها كاين السيارة وعدد السيارة وكان في وشكرا. شكرا. غنشير لواحد النقطة، كاين واحد النشاط مواجه في الجمعية ستار بن أشمير الأمين تشاتشا اللي كان النواب بمناسبة المناقشات الدكتورة ديال الموسيقى، وعنده واحد الحفلة مجاورة، وأنا خليت ديك الباب مفتوحة باش يسمعوا لي أنا ماشي الصداع، هذا كيعكس واحد الفرح. دابا الآن غادي نتنقلوا للجمعية اليوسفية تبارك الله السيدة ساهلة قائمة بواحد الدور لعشرة الرجال. عرفنا الجمعية ديالك والتعاون ديالنا معكم. سعيدة جرمين رئيسة جمعية الموسيقية للأشخاص ذوي الإعاقة الحرقية بارتي كوان وعضوة بشبكة المدينة العتيقة كذلك. في الحقيقة جمعيتي طبعا أزمير عندنا علاقة قديمة، كنا في الرئاسة، ولكن في الشخص الأستاذ بن عبود راه واحد الدعم كبير كيقدم الجمعية اليوسفية، هو الوعيد الوحيد الحقيقة، وكيصاحبوا الأستاذ عثمان العرسي، أنا استفدنا وباقي كنستافدوا تقسيم الطرف الأستاذ بن عبود الدكتور بن عبود. الاستفادة ديالنا من تطاول أزمير أن أولا بعد قبل كل شيء أن المقر ديال الجمعية موجود داخل المدينة العتيقة، أحسن وأجمل فضاء داخل المدينة العتيقة، بحيث أننا كل يوم كنصادفوا سياح، كنصادفوا ناس خصهم يتصوروا خصهم يشوفوا، وفضل كبير كيجا من الترميم داك واحد المنزل جميل الترميم عن طريق لاخونطا الدولية. كذلك عندنا أطفال ديال المدينة العتيقة كيستافدوا من حفظ القرآن الكريم، مشكوكم على هذه المجهودات، يعني عندنا أستاذ هما اللي كيخلصوا باش كيقراو بكريات القرآن الكريم هذه المدة تقريبا 4 سنين أو 5 سنين هما كيستافدوا. كذلك عندنا كل عام كل سنة كيشمل الأدوات للأطفال المحتاجين والمعاقين كذلك داخل المدينة العتيقة. وكذلك كي كيكون مثلا مديرين ما عندناش باش نخلصو فيها، لان الجمعية اليوسفية كانت كتجيها الهبة الملكية، ما عرفناش علاش توقفت، وصبح الزبا في حالة يرتدها، ولكن الحمد لله في الشخص ديال الأستاذ بن عبود كان عند الرئيسة ما خافوش عليها كان عمل مجهود كبير، ولكن بالفضل المجهودات ديالو واستفدنا كثير، دعمونا يعني المشروع ديال الحلويات، كانوا حطوا واحد المبلغ ديال الفلوس شرينا الادوات ديال المطبخ وبزاف الاشياء، وما زلنا نستفيد، والشكر الجزيل لجمعيه تطاول اسمي في الشخص الدكتور استاذ بن عبود، وكذلك كنشكر حتى الاستاذ عثمان العرسي كذلك
والسلام عليكم. بارك الله فيك. الان غادي نقدم لكم السيد عبد اللطيف بن عبود من قريه بن عبود. قريه كامله بن عبود. العواوي بالاباء بالامهات كقلاتي تينا شنتي مسميه؟ شروق شروق ياش بن عبود شنتي مسمي؟ حمد ياش بن عبود. ولكن اللي مهم عندهم واحد الحد الاستاذ عنده الماستر في الدراسات الاسلاميه. ما شاء الله. المهم انا غادي نخليه هو يهضر على التجربه ديالنا واحد دافوجي اقل من سنه طبقنا التجربه ديالنا مع الجمعيات الاخرى وهو في الحقيقه الدينامو غادي يتفضل يتكلم واحد يعني عنده مستوى ثقافي ممتاز. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين وعلى اولا في الحقيقه اول شيء مع مبارك ومع الناس مبارك وكذلك ولي هدف مبارك. بالنسبة أنا ما غاديش نطول لأن الكلام يطول الكلام ذو أشجان كل باب باب عريض كما يقال. في الحقيقة من أين أبدأ ومن أين أنتهي؟ لأن الأمور خيرية كثيرة بزاف. بالنسبة لي أخذت الإجازة بكلية قصور الدين ثم الماستر بكلية قصور الدين ثم بعد ذلك ممرض الآن ممرض. بالنسبة للتجربة مع الشخصية السمحة اللي نقول وكذلك جمعيات تطهر الأسير، فما قامت به الجمعية هو له مبنى ومعنى وفيه قلب وقلب. بالتالي لما دخلنا هذه الدوار هو حيلة إلى أردنا أن نجسر الأمر هو عبارة عن جسد بلا روح، جسد بهذا التعبير وبهذا التدقيق هذا هو تجسيد الصور، جسد بلا روح. لكن لما دخلت سي محمد بن لوط اول ما بدا به هو اصلاح المسجد، اعطى ديك الهبه للمسجد لان في المسجد الكلاب داروا ساعه داخلين كل ما هب ودب كما قال الاستاذ الغرباء. اذا اعاد هيكله المسجد من جديد، اذا الامور المقدسه بدا بها ما شاء الله. ثم بعد ذلك انتقل الى اعاده بناء ضريح سي عبد الله بن لوط سي عمر بن عبود. وضريح كان معروف ولكن نوسي وتغافل عنه باعتبار بانه مشى تلاشى. ثم بعد ذلك لما انتهى من هذا الامر فكر في قضيه اخرى ما يحتاج اليه شباب المستقبل اللي هو الجيل الصاعد. فكر في واحد الملعب، واحد الملعب في الحقيقه ملعب نموذجي، ملعب نموذجي. حنا كان عندنا واحد الاوبجيكتيف محدد وهم الاطفال. دابا اذا مشيتوا من 11 دريم دابا 12 دريم اليوم اختار النهار اللي بغيتو. عجبو النساء كيلعبو مع وليداتهم والرجال ديالهم كيتفرجوا، يعني ما كيسالوش الشغل ديالهم. دابا حنا في اعز في اعز الاشغال شوفوا هادشي كيسالي الشغل ديالهم كيدخلوا الكسيبه ديالهم كيطلعوا يلعبوا كلشي سبحان الله. ودابا ما بقيناش ما بقاوش جوج الفرق يعني ممكن يلعبوا جوج الفرق ويسالوا، لا دابا خصنا نفرقوا. كان عندنا الفرقه الاولى الثانيه والثالثه باش كيلعبوا كاملين لان كاين بزاف. كانوا اول مره غير 10 دابا 15 دابا 20. اذا كيف ما قال لك هذا الملعب فيه حمدتي ثم مصلى ثم لاغراض اخرى هذا ماشي. لما انتهى من هذا الامر فكر في قضيه اخرى وهو شنو الامل ديال هذه النساء والبنات اللي هي كتفرض بنت عمرها 25 سنه والمراه 60 سنه لا 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 تقرا ولا تدرس ولا فكر انهم يعدلوا نحو الاميه. كانت عباره عن واحد شمعه امل ولا شعله بصيص امل بالنسبه للنساء. كانت عباره عن دور الله اعلم كان كيقول لي هذه الفكره هذه وعندي واحد التخوف لان ما خصنيش نتحشم معاه. اخترنا واحد المكان في المسجد واحد الغرفه طرح ماليش صلحوا جهزوا ودائما كان الحقيقه اشكر له مني ديما وردوا كما يقال دائما الجانب المادي حاضر والجانب المعنوي دائما حاضر. غير 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 عمل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنين. اذا اول حصه كانت عندي كان 10 ديال 10 ديال البنات وحده المحكوميه كيتبرع كيحفظوا من القران. نعم هذا اولا بفرق جاو 10 عندي 10 بنات. الحصه المقبله جاو 15
كنعتمدوا على الاكتفاء الذاتي، يعني كنستعملوا مواد الحجاره.
وكنصغنا على المواد المكلفه بحال الاسمنت ولا الحديد. فالنماذج ولكن في الاستشاره مع المهندسين في الخارج اللي متخصصين في البناء في البوادي ماشي غير كان معهد وزاري. ف مثلا هذا المشروع اللي كنتمناو ينجح دابا ركبنا الفرار باش نطبخوا الجلاج التقواني وكنجهزوا دابا يعني الشيء الاخ ديالو تبرعوا بواحد النواله ولكن دابا اللي كنعملوا يدنا فيه كيجي بتيسير مثلا الكهرباء حدا الطريق واحد 1000 متر جبناها واحد السهوله في عند التسهيلات والبوادي الماء ضروري واحد المنطقه بعيده بزاف قلت لهم غادي نحفر لكم البير حفرنا البير 8 متر والماء يفيض سبحان الله يفيض من درجه ماشي غير عمار فاض يعني خرج وهذه المنطقه بعيده الى 8 متر انفجر الماء ولكن جبنا واحد الراجل تقليدي اللي كيف تشعل الماء وداك الشيء المهم دابا عملنا لهم واحد الثانيه ممتازه ولكن يعني واحد الجابه كيطلع من راس الجبل وكيهبط ولكن ما كيحتاجش للموتور لان النواله محنيه على لا المستوى ديالها محني على البير اذا غير كان وشري لنا واحد الشتيره وغادي ينطلق ونجينا ان شاء الله. فحنايا يعني دابا هذا الاجتماع هذا الهدف ديالو هو ما بغيناش نعرف نسال الناس باش ندرسوا هذه القضايا ونحدوا زي جبل درس عاد انسحب كلاش انا كلاش اسي عبد الكريم كلاش الله كبير هذا الرئيس هنا على هذا الكريم على هذا الكريم اللي كاين عرفتي الكريم وقع دابا خلاصك على العجل دابا غير دخل دابا راه شحال عندك دابا عبد الكريم اسمعنا دابا ما عندناش الوقت النقاش شوف